الفريق بصورة صحيحة. زين، سمعنا اكو تكريم للاعبين بعد العودة للصدارة او بعد الفوز في بطولة الكاس، صار هيك شيء؟ هو اني هسه قبل ما ادخل الاستوديو كنا يعني اكو دعوة عشل للفريق وكرمناهم تكريم مادي يعني مناسبة عودتنا للصدارة يعني. على كل الفريق وين صارت القاعدة؟ بالكاظمية. لا دعيت وسائل اعلام تجي تغطي الحدث تصورهم يعني لو توقظوا حواجكم بالكتمان. اي نعم نعم نعم. زين، فصاركوا تكريم للفريق. اي نعم نعم. ممتاز، شنو اللي تبانوا اذا انت كنت موجود غير بدعوة؟ نعم نعم. زين، شنو شعور اللاعبين؟ على ماذا دار الحديث؟ شنو طموحهم؟ واصلهم هذا الهدف انه الجوية عازم على تحقيق دوري؟ هو طبعا يعني شعورهم كلهم كفريق يعني كلهم يعني طموحهم انه نحقق اللقب، يعني ان شاء الله اللقب المشترك الدوري والكأس هذه السنة، وكلهم عزيمة واصرار يعني كل الفريق والكادر التدريبي، واكو قلت لك استاذ علي اكو انسجام يعني بين الكادر التدريبي وبين اللاعبين وبين الإدارة، وهذا قلت لك هي عوامل مساعدة لتحقيق خلينا نقول النتائج المرجوة يعني. ما كنتوا تلمسون انسجام بالفترة السابقة؟ يعني اكو كانت تقاطعات مع بعض اللاعبين الإدارة واللاعب مو الإدارة العفو الكادر التدريبي اكو يعني اكو تقاطع نسمعها بس أثر احنا على